مشاهدينا متواصلين معاكم في هذا الحفل، حفل قبيلة مطير العالمي. اليوم معانا ضيف مميز وهو من أهل المكان إن شاء الله، معانا الشيخ عواد بن رميك، شيخ قبيلة الحميد. يا هلا يا مرحبا فيك. يا مرحبا بك وألف هلا، وتشرفنا فيك. بداية يعني تشوف مثل هذه الملتقيات القبلية، وجود أبناء القبائل في مثل هذه الملتقيات شلون تغير؟ الفضل لله سبحانه وتعالى أن القبائل هذه بتواصلها مع بعض، فهذا نحمد الله عليه سبحانه وتعالى أن القبائل أصبحت الآن كقبيلة وحدة بتواصلها، وهذا إن دل يدل على بين الحاكم والمحكوم ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد. ونتمنى لأبناء قبيلة مطير نتمنى لها كل الخير. مثل هذا الحفل يعني هل تعتقد بأن مثل هذه الملتقيات أصبحت مهمة للقبائل، وجود يعني مثل هذه الملتقيات؟ نعم أخوي، مثل هذه القبائل ومنطقة هذه القبائل، فالقبيل ما هو على قبيلة مطير، فتحصل من جميع أبناء القبائل وجميع أبناء المجتمع الكويتي. يمكن اليوم احنا نحتفل باحتفاليتين، احتفالية هذا الحفل والاحتفالية الأخرى عودة قناة رواسي. ايش حاب تقول بهذه المناسبة؟ بهذه المناسبة أول شيء أهني رئيس مجلس الإدارة وأهني القائمين والعاملين على رجوع هذه القناة. كل الشكر لك وشاكرين لك على تواجدك. يا مرحبا، وأنا تشرفت والله اليوم متواجد بين أخواني أبناء قبيلة مطير. قبيلة مطير هذه العريقة اللي سطر لها على عصور المجد، سطر لها المجد بالتاريخ. فقبيلة مطير مجروحة شهادتنا فيها، ومع أبنائها وأبنائها يستاهلون التكريم.